الحال العسكري بعد التقاعد هي نكبة بل نكسة؟ الملاذ الوحيد أو يعني الموارد القليلة أو الحلول لهم بعد التقاعد، أما سائق تاكسي أو يعمل في مكتب عقار أو الدعاء أو أنه يذهب إلى حراسات أمنية براتب زهيد. نتحدث في هذا المساء عن أحوال العسكريين في القطاعات جميعها، القوات البرية، الجيش السعودي، الأمن العام، كل القطاعات. هذا هو موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم والوحيد. أهلاً وسهلاً بكم، مساكم الله بالخير. شكراً دائماً لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا. وننطلق من أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضاً أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقاً، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج يا هلا من الصحافة السعودية. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الوطن للكاتب صالح الشيحي بعنوان من أجل عين تتلخبط مدينة، يقول: قبل سنوات توقفنا في إحدى المدن العالمية، كانت الشمس تغرب حوالي 9 نهارا في تلك المدينة، 18 ساعة تقريبا. الصوم فيها بحاجة لشخص بمواصفات بعير يخزن الفائض من الغذاء والماء ويقوم بالاستفادة منه متى ما لزم الأمر. خرجنا عند الساعة 7:30 عصرا للتجول في أحد شوارع التسوق الشهيرة بالمدينة، فوجئنا بأن جميع المحلات مغلقة. قيل لنا إن المحلات تقفل أبوابها تماما عند الساعة 7، لا يتبقى سوى المطاعم والصيدليات، والمطاعم هي الأخرى تغلق عند 10 مساء، أي بعد الغروب بحوالي الساعة. الحياة منظمة بشكل كبير، وجعلنا الليل لباسا. الذي يريد التسوق والمعيشة فليفعل ذلك نهارا. المحلات ليست موجودة لتحقيق رغباتك. الأسواق لا تفتح وتغلق تبعا لجدول أعمالك أو وقت فراغك أو حالتك المزاجية، لكن هذا أمر لا يناسب كائنات ليلية مثلنا، وبالتالي أسقطنا هذه المدينة من حساباتنا السياحية المستقبلية. في طريق العودة توقفنا في إحدى العواصم العربية، وصلت الرحلة منتصف الليل. حينما خرجنا من المطار وجدنا الحياة صاخبة وكأننا منتصف النهار، ولأننا جزء من هذا النسيج العربي المجيد، فقد قرأت أمس أن هناك توصية أصدرتها 4 وزارات سمحت لمطاعم الوجبات السريعة التي ترغب بالعمل على مدار الساعة بالعمل، بشرط أن تسعود إدارات فروعها وتوظف الحراسات الخاصة عليها. ولأن الحكاية ما تزال توصية، فأتمنى فعلا ألا يؤخذ بهذه التوصية، لأن مبرراتها مضحكة ومسوغاتها واهية، وتم تفصيلها بحثا عن سائح يعبر المدينة، أو شخص يستيقظ جائعا في منتصف الليل، أو موظف لديه مناوبة ليلية، وبالتالي لابد أن تعمل هذه المطاعم على مدار الساعة لإشباع أصحاب السعادة، ومن ثم يتغير نظام المدينة ويترتب على ذلك أعباء أخرى. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة عكاظ للكاتب محمد بن سليمان الأحيد بعنوان ببليكم بلوى يا أشباه الدعاة، يقول: أعترف أنني أكتب هذا المقال وأنا تحت تأثير صدمة قوية من أن تصل حال بعض الدعاة الذين جمعوا جماهيريتهم وحب الناس لهم ومتابعيهم في تويتر من نعمة أنعم الله بها عليهم، وهي نعمة الإسلام أعظم النعم، ثم ميزهم بنعمة القدرة على حفظ القرآن وفهم تفسيره وسرعة استحضار معانيه ودلالاته، ووفقهم لدراسة العلم الشرعي وتعلمه على علماء كبار نذروا أنفسهم ومالهم ووقتهم ووقت راحتهم لتدريس العلم الشرعي دون مقابل ولا منه. وبعد بلوغ درجات العلم
أنعم عليهم بأن حل عقد ألسنتهم ورزقهم قوة الحجة والإقناع وحب الناس لهم حبا في الله. رحم الله من مات من شيوخكم ومعلميكم، وأطال الله عمر من بقي منهم ممن أمضوا الساعات الطوال في برامج إذاعية مثل نور على الدرب، أو دروس يومية، أو محاضرات أسبوعية، أو كتابة الكتب وتأليف المجلدات، لا يرجون من هذا كله غير وجه الله. فهل هذا جزاؤهم أن علموكم؟ إن كنا اقتنعنا على مضض بتقاضي الملايين من تأليف كتاب، أو تقاضي أجر الطيران والسكن والمكافأة لإلقاء محاضرة أو تقديم برنامج بحجة ألا تصرفوا على الدعوة والفتوى من جيوبكم، إذا لم ترغبوا في الصدقة وأنتم أعلم مني بفضلها، فإن من المستحيل أن يقتنع عاقل بأن يؤجر عالم شرع أو داعية صوته لوسيط يجتذب به جمهورا أحبوه في الله ولعلم أنزله الله. دعك من مغن أو فنان أو ممثل أو لاعب كرة قدم أو مذيع أو حتى كاتب، مع الاستعاذة بالله من تغير المبادئ والتحفظ على تأجير الكاتب لمبادئه وحب الناس له. فإن كل هؤلاء لهم جمهور مهووس بهم لأسباب لا يمكن أن تقارن ولو مقارنة بحب الناس لداعية أو عالم شرع، فالأخير ارتبط حب الناس له وشغفهم به ارتباطا دينيا بحتا، ولكونه نسخة مصغرة لعالم جليل تعلم عليه. فلا تجعل النسخة مشوهة من أجل المال، فالمال فقاعي حقا لا يستحق ما ينالكم من سخرية الكبار قبل الصغار في الهاشتاج ومواقع التواصل. التعليق الأبرز جاء من علي. أولا، هل حرام أم عيب ما يفعلون؟ ثانيا، أصبح الداعية في زمننا هذا لإيصال دعوته يواكب عصر التكنولوجيا الرقمية، أي لا تكون حكرا على المساجد فقط، لأن هناك شرائح لا تدخل المسجد. ثالثا، بعض الدعاة لكي يبلغ ويحاضر يجب أن يصرف على تذاكره وسكنه من جيبه الخاص. المقال الذي اختاره لكم فريق أهلا من صحيفة اليوم للكاتب محمد العصيمي بعنوان الإجازة الجمعة والسبت. حسب ما أذكر، فإن نقاش تغيير العطلة الأسبوعية في المملكة لتكون الجمعة والسبت بدأ قبل 10 سنوات تقريبا، حين بدأنا آنذاك ندرك الخسائر الاقتصادية من جراء إصرارنا على إجازة الخميس والجمعة، ومات الموضوع موتا بيننا، إلا أن أحيت بعض عظامه مقالات ومطالبات في الصحف. يكمل العصيمي، ها هو مجلس الشورى يهز طوله وعرضه ويقرر بعد سنوات من السواليف مناقشة موضوع تغيير إجازتنا الإسبوعية تمهيدا لطرحه للتصويت لاحقا. وإذا لم يسقط سقف ما على هذا النقاش وهذا التصويت، فإننا نأمل أن يقر تغيير عطلتنا الإسبوعية لنقلل ما أمكن حجم الخسائر التي تتكبدها البلد وأهلها من جراء فارق توقيت ويك إندنا عن باقي دول العالم. وإذا أردتم رأيا اقتصاديا في ذلك، فإن رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة محمد النفيعي قال إن تغيير موعد الإجازة إلى يومي الجمعة والسبت مطلب اقتصادي مهم لربط أركان الاقتصاد المحلي بالعالمي بشكل جيد. أما إذا أردتم رأيا دينيا، فالمحاضر بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز عبد الله صنعان يرى أنه لا يوجد مانع شرعي من تغيير الإجازة إلى يومي الجمعة والسبت. ويختم العصيمي، أنا مع الرأيين الاقتصادي والديني، حيث لا يفترض أن تزيد حساسيتنا أكثر من اللازم فنخسر أكثر مما خسرنا. ما سيحدث هو أن السبت سيكون بدل الخميس، والجمعة المباركة باقية مكانها. أيضا نذهب إلى مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية اليوم، الهاشتاج الأنشط والرسم الكاريكاتيري قبل ذلك اللي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من صحيفة الجزيرة للفنان الماضي الذي يصور ساخرا توبة بعض المسؤول الفاسد. من الهاشتاجات الأكثر نشاطا تغيير العطلة الأسبوعية، إذ أقر مجلس الشورى اليوم توصية لدراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة في المملكة إلى يومي الجمعة والسبت، ووافق 83 عضوا في المجلس على تعديل موعد الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة، بينما عارض التوصية 41 عضوا.
من الهاشتاجات الأكثر نشاطا أيضا إخلاء سبيل البراك، إذ يقوم تويتر بعمل إجراءات صارمة تهدف إلى مطاردة الحسابات الوهمية الموجودة، ولم تقوم رسميا بالبدء في حذفها، إذ قررت محكمة استئناف كويتية الاثنين إخلاء سبيل القيادي المعارض مسلم البراك المحكوم بالسجن 5 سنوات بتهمة المساس بأمير البلاد، ما يعني عدم توقيفه لحين بت الاستئناف بالقضية التي حركت شارع المعارضة في الكويت. وقرر قاضي محكمة الاستئناف أنور العنزي في الجلسة الأولى المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به البراك في الحكم الصادر بحقه، تجميد وتنفيذ حكم السجن 5 سنوات وإطلاق سراحه بكفالة 5000 دينار، حوالي 17500 دولار، وذلك حسب ما أفاد محامي الدفاع الدوقي الحسبان. من الفيديوهات الأكثر نشاطاً على اليوتيوب، فيديو تعرض رجل مسن لسرقة محفظة نقوده من قبل 3 أشخاص، حيث استغفله الجناة وهم من حوله أثناء انشغاله مع البائع، وقاموا بسرقته ومن ثم خرجوا من المحل بهدوء واحداً تلو الآخر. راح نتابع نشرتنا، ولكن هذه المرة بالأرقام وليس بالكلام. نتابع. ₺670 مليار تحويلات الوافدة خلال 10 سنوات، 19% انخفاض في عدد المدارس المستأجرة من 41% خلال 3 سنوات، ₺236 مليار حجم التستر التجاري التقديري في المملكة، 90% من ألعاب الأطفال المستوردة تحوي مواد ضارة، 7 مليارات و500 مليون ريال لمشاريع التنمية بالليث والقنفذة، 1963 متوفى أعفاه صندوق التنمية العقاري من سداد 222 مليون ريال. إذن الجزء الأول من حلقتنا انتهى، فاصل بعد قليل. المتقاعدين العسكريين وأحوال العسكريين بشكل عام. أهلا وسهلا بكم. باتت المكاتب العقارية والجمعيات الخيرية وسيارات الأجرة هي الملاذ لكثير من المتقاعدين العسكريين بهدف تحسين دخولهم الشهرية بعد أن خذلتهم الرواتب، رواتب التقاعد طبعا، إذ أنها لا تكفي لسد احتياجاتهم اليومية. شكا الحقيقة العشرات من هذه الفئة لبرنامج هلا منذ فترات طويلة وفي كافة وسائل شبكات التواصل الاجتماعي وعبر يعني تليفوناتنا وإيميلاتنا، حقيقة اشتكوا من الأحوال المعيشية، مطالبين الجهات المختصة بالوقوف على أوضاعهم وتحسينها ومساعدتهم في تأمين العيش الكريم لهم ولأسرهم من دون معوقات. طبعا احنا اليوم نتحدث عن شريحة غالية جدا، نتحدث عن ناس دافعوا عن الوطن في أوقات صعبة جدا، ومن حقهم على الحكومة والدولة أن يعيشوا حياة كريمة. في دول كثيرة عندما يتقاعد الإنسان تبدأ الحياة من جديد، لأن المردود مناسب للحياة، وأيضا المبلغ اللي يأخذه في نهاية الخدمة مبلغ يعني ممتاز وجيد. وبالعكس كثير من الناس في دول أخرى تحترم هذه الفئة ينتظرون هذا اليوم ربما بفرح أو بعدم، يعني ما يشيلون هم هذا اليوم. بينما لدينا في المملكة العربية السعودية للأسف، وأنا هنا أتمنى من كل المسؤولين الفاعلين اللي في أيديهم قرار مرتبط بهذه الفئة أن يلتفتوا لها التفاتة مهمة وكبيرة، لأن الالتفات لهذه الفئة، فئة المتقاعدين والعسكريين والاهتمام بأحوالهم، سيسعد من هو على رأس العمل ويشعره بأن الحياة ستكون أجمل سواء كان على رأس العمل أو بعد أن يذهب من العمل. نتحدث عن الجيش السعودي الذي يحمي الثغور، نتحدث عن سلاح الحدود، نتحدث عن الأمن العام بكل قطاعاته،
نتحدث عن كل القطاعات العسكرية. نتحدث اليوم عن حالة انهيار يعيشها هذا الإنسان المتقاعد، خصوصا وأنه يعني المبلغ حتى لو كان 6 ولا 10 ولا 11 ولا 12 هو عبارة عن بدلات. الانهيار يحدث بعد التقاعد لأن كل ذلك يذهب، والراتب الأساسي ضئيل جدا، الأنظمة لا تساعد حتى عندما حسنت، قرارات الملكية التي تصب في خدمة هذه الفئة لم تتم حتى الآن فيما يتعلق بحل موضوع الإسكان، بحل مواضيع أخرى. عموما خلونا نشوف هذا التقرير لزميلي عزام الخديدي ثم نعود للنقاش. بلغ عدد المتقاعدين من مدنيين وعسكريين نحو 850 ألف متقاعد ومتقاعدة بحسب آخر إحصاء صادر عن الجمعية الوطنية للمتقاعدين، وتمثل النساء ما نسبته 16% من هذا العدد. ويعاني معظم المتقاعدين من تدني معاشاتهم فضلا عن غياب أي مجال للدعم، رغم إقرار الحكومة لحزمة من الإجراءات التي تصب في صالحهم كمشاريع الإسكان الميسرة وبطاقات التموين المخفضة وغيرها، إلا أن أي من هذه المزايا لم تنعكس بشكل مباشر على حياة كثير من المتقاعدين الذين وجدوا أنفسهم في أرذل العمر مضطرين إلى العمل في مهن شاقة كقيادة باصات خط البلدة مثلا لأجل خلق دخل إضافي يسهم في مواجهة متطلبات الحياة الصعبة في ظل تضخم الأسعار الذي لا يقوون على مواجهته برواتبهم المتواضعة. أنا كمتقاعد عسكري عندي نسبة كبيرة من العلاوات، يمكن البعض يمكن عنده 60-70% علاوة فوق راتبه، لما يتقاعد تروح كلها ويروح جزء من الراتب. ورغم أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين رأت النور منذ نحو 5 سنوات، إلا أنها لم تقدم ما يشفع لها كما يرى البعض، خصوصا وأنها تمثل الرقيب الشعبي على أداء المؤسسة العامة للتقاعد. حتى في الجمعية في صراع، اختيارات اللي من يقوم على المكاتب، التفكير اللي موجود، إيش اللي أنت بتسويه، يعني الأفكار اللي تأخذها من المتقاعدين، نجتمع مثلا كل 2-3 شهر ونقدم أفكار مقدمين وتروح للرئيس الجمعية، ورئيس الجمعية المتقاعدين يقول أنا رفعت وأنا سويت، لكنه ما عنده آلية للمتابعة. يذكر أن نظام التقاعد السعودي هو الأعلى في الحسميات من الراتب الأساس بين الدول العربية والخليجية، كما أن سن الإحالة إلى التقاعد المعمول به في المملكة يعتبر الأقل بين الدول الأخرى، وهو 60 سنة هجرية أي 58 سنة ميلادية. عزام الخديدي لبرنامج جاهلة، جدة. حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو مدير عام الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتور عبد الرحمن الشريف. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحمن. وإلى جواره المدير الإقليمي لشركة أركال للحراسات الأمنية الأستاذ عبد العزيز بن بويشر. أهلا وسهلا بك. أيضا يسرني أرحب بالأستاذ عبد الرحمن العيد، وهو المسؤول عن الإسكان وعقار المتقاعدين، وأيضا الأستاذ والمحامي المستشار القانوني الأستاذ بخيتة الغباش، وهو أيضا مهتم بهذه الفئة ومشاكلها. أيضا معنا أيضا من استديوهاتنا في الرياض على الجهات الأخرى عسكريين متقاعدين، أبو أثير وهو سعد السبيعي، أهلا وسهلا بك أبو أثير، وأيضا الأستاذ أحمد حسن خليل والأستاذ صالح الزهراني. أهلا بضيوفي الأعزاء. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، اليوم الحقيقة كم من الشكاوى والمشاكل، وحتى الجمعية يعني أنا التقيت بأكثر من مسؤول، سواء اللي سبقوك أو اللي هم مسؤولين عن اللي في جدة واللي في الشرقية، والحقيقة مؤمن بأن هناك نوايا طيبة وجهود صادقة، ولكن في النهاية يعني ما في انعكاسات على الناس إلا أشياء طفيفة، لأنه يعني يبدو لي ما حد ماخذكم على محمل الجد، ما في دعم لكم، تعرفون معاناة هذه الفئة، ولكن الجهات التي تستطيع أن تحل مشكلتهم لا تستمع لكم. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ ويعني ما هي أهم آلام العسكريين المتقاعدين سواء أفرادا كانوا أو ضباط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. في البداية
أتقدم بالشكر لقناة روتانا خليجية وللأخ علي شخصيا على إتاحة هذه الفرصة للتعبير عن الجمعية الوطنية للمتقاعدين، وأيضا ما سئلت عنه بالنسبة للمتقاعدين العسكريين. طبعا الجمعية الوطنية للمتقاعدين أنشئت على أساس خدمة جميع المتقاعدين في المملكة العربية السعودية من مدنيين وعسكريين، من ذكور ومن إناث على مختلف المستويات. ونستطيع أن نقول ولله الحمد أن بدأ الناس في الآونة الأخيرة أو بدأ المتقاعدون ينضوون تحت لواء هذه الجمعية لما وجدوه من خدمات ومن أشياء تعود عليهم إن شاء الله من نفع. في البداية بالنسبة للمتقاعدين بصفة عامة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، الجمعية ترحب بهذه الفئة في أي وقت كان، ولكن ربما يكون أن هناك عدد من المتقاعدين لا يلجأ إلى الجمعية في كثير من الأمور، والأمر الذي أدى إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية لهذه الفئة لا يشعر بها، لا أحد يحس بهذه الخدمة التي تقدمها الجمعية للمتقاعدين. الجمعية تقدم خدمات كثيرة جدا للمتقاعدين، والمستفيد من هذه الخدمات هم الفئة المتواصلين مع الجمعية بصفة مستمرة والأعضاء المنتمين لهذه الجمعية، حيث أن أي شيء يطرأ جديد للمتقاعدين يتم الاتصال. طيب بس على هذه الفئات عبد الرحمن عن طريق أتمنى أنك لا تتصدى للدفاع عن الجمعية وكأننا نحن يعني نهاجمها. الفكرة ليست كذا، احنا نتكلم عن الواجب على الجهات الحكومية أساسا. أنتم جمعية تعتبر جمعيات المجتمع المدني تشكرون عليها، ولكن احنا اليوم اللي ما يتواصل معكم ليس ذنبه، هذا من حقه على الحكومة والدولة أن تهيئ له حياة كريمة تهتم فيه. إن لم تستطع ذلك نظاميا، أقل شيء تتبناكم وتحاول أن تعطيكم كل القدرات اللي تجعلكم تكملون ما يعني ما تخلت عنه تجاه هذا العسكري اللي كان يخدم يوما ما. سأعود لك، ولكن أذهب لسعادة المحامي. أهلا وسهلا بك. أهلا مرحبا. طبعا أنت أستاذ بخيت مهتم بقضايا المتقاعدين. أبرز مشاكلهم إيش هي؟ أنا في كثير من الناس حتى أخذوا أوسمة وأخذوا هذا، جاهم إصابات إما في مداهمة وإما في حرب في التسعين ولا هذا، ويعني حتى المكافآت بعضهم ما حد استلمها. لا موضوع الإسكان لم يحل لهم حتى الآن. أبرز مشاكلهم اللي دائما في قواسم مشتركة في كل العسكريين المتقاعدين يشكون منها. بداية أشكر للأستاذ علي والقناة روتانا فتح هذا الملف الحقيقي اللي يمس فئة من أهم فئات مجتمعنا، لأنه أنا وأنت وهو وهي والمجتمع بأسره ينعم بعد فضل الله سبحانه وتعالى بأمن وأمان، لهم اليد الطولة فيه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ويجب أن ينظر لهم بعين التقدير والاحترام والإجلال والإكبار لما يقدمون. ونحن نسمع بين فترة وأخرى عبر وسائل إعلام مختلفة أما قتيل هنا أو مصاب هناك في مهمة أمنية أو عسكرية يذود فيها عن حياض الوطن. الحقيقة الإشكال يكمن في النظام ابتداء، لأنه العسكريين تحديدا عندما يبلغ العسكري في قمة مسؤولياته الاجتماعية سواء في مع أسرته أو مع المحيطين فيه في بعد 40 تحديدا 42 هناك رتب عسكرية تتقاعد في سن 42، هناك في سن 46، هناك إلى سن 50 تقريبا، وبالأحرى خلينا نكون يعني من بعد بلوغ العسكري سن 40 وهو يصبح مهدد بالتقاعد في أي لحظة. هنا تكون وللأسف الشديد أنه زي ما قلت قبل شوي رواتب العسكريين أو الأنظمة العسكرية سواء للضباط أو الأفراد كلها بدلات الرواتب، يعني أنه بدل في لحظة أنه العسكري يكون راتبه عالي أثناء وجوده فعلى رأس العمل، بعد خروجه للتقاعد تتفاجأ بأنه هالمبلغ الكبير اللي كان يستلم العسكري تقريبا 12 13 14 أكثر أو أقل ينخفض إلى ما لا يقل عن 75%. يعني ستلاحظ حالات من خلال الأخوة الموجودين معنا الآن كم كان راتبه قبل وكم كان أصبح راتبه الآن، وهذا خلل في النظام أساسا في عند صياغة النظام. دائما
احنا انظمتنا للاسف شديد انه مضى عليها فتره طويله جدا، يعني فتره طويله اكثر من 50 سنة. النظام دائما يجب ان يستشرف المستقبل، يجب ان يعالج ما يمكن ان يحدث لهذا الشخص من خلال ارتباطه بالعمل لدى جهه معينه بعد خروجه من هذه الجامعه، ماذا يمكن ان يسفر عنه في مستقبل ايام. للاسف الشديد هذا غاب تماما عن المنظم في ذلك الفتره، ويجب الان، يعني احنا سمعنا التعديلات الاخيره اللي صدرت قبل فتره ولكنها لم تكن على مستوى الطموح. نتمنى ان زي ما تفضلت اخ علي كل من له يد في اعاده صياغه هذا النظام بما يخدم هذه الفئه، ويحدد او يجعل ان هناك امل في مستقبل قادم بعد التقاعد لبدايه حياه اخرى كما اشرت في مقدمتك استاذ علي. للاسف الشديد انه زي ما اعود واقول من الخلل في النص النظامي ابتداء لم ياخذ هذا الامر بعين الاعتبار ولم يراعي حتى الجديد، حتى التحديث اللي صار التحديث الجديد الحقيقه حتى لا يكون حكمي منصف، يعني لم اطلع عليه بشكل كامل، انما قرات بعض الاشياء عنه، لكن حتى يبدا العمل وتفعيله ممكن يكون له ان شاء الله حديث اخر. الأستاذ عبد الرحمن العيد، أهلا وسهلا بك. أنت مدير مؤسسة كان وعقار المتقاعدين، هذه المؤسسة يعني تحت مظلة إيش بالضبط؟ هل هي جهد أفراد؟ هل هي تبع أيضا للجمعية؟ ماذا تقدمون؟ ماذا قدمتم؟ أولا شكري وتقديري لقناة روتانا ولشخصك الكريم والأخوة العاملين معكم. الحقيقة عملي أنا إدارة الاستثمارات والموارد المالية في الجمعية، ومن بينها عملية إدارة الإسكان والارتباط بجهات أخرى للعمل في تحقيق إسكان المتقاعدين. الجمعية برؤية مجلس إدارتها والعاملين فيها رأوا أن المشكلة المؤرقة لمجتمعنا هي مشكلة الإسكان على الصعيد عام، المتقاعدين وغير المتقاعدين، فما بالك من المتقاعدين حسب الإحصاءات اللي عندنا أنه يتجاوز 60% من المتقاعدين بعد 60 أو سواء المدنيين أو العسكريين يواجهون مشكلة كبرى في حياتهم وهي قضية عدم وجود سكن. تصور أنه يبلغ من العمر مثلا 60 سنة ويتقاعد، وهالستين عادة عندنا ما شاء الله الأمراض المزمنة في مجتمعنا، نعم. فمعناه أنه عمر كبير وأمراض مزمنة، عدا أنه إذا بلغ 60 يكون عنده من الأولاد الكبار اللي هم متطلبات في الحياة، ومع ذلك لا يجد له مأوى سكن حقيقي يليق به أو أنه يعيش في حياة مطمئنة مرتاحة مع ما بذل من جهود. طيب قبل حياته المؤسسة تحت مظلة الجمعية؟ تحت مظلة الجمعية. طيب. وهي من القطاع الخاص. نعم، يعني رأس مالها ماذا قدمت للآن؟ إيش الشيء اللي هل هي فقط المتقاعد تقدم خدمتها شروطها مثلا؟ نعم، الجمعية طبعا لما رأت أنه لابد من اتخاذ رؤية عملية لتحقيق أمن المتقاعدين سواء العسكريين أو المدنيين وخصوصا في قضية الإسكان، بحثت عن مقاولين مميزين، مطورين مميزين، رجال أعمال مميزين، شركات تسهيل مميزة، وبدأت بعملية آلية توقيع مذكرات تفاهم لهذا التوجه. وفعلا حسب ما قدم لنا بعض المطورين تم الارتباط بهم ووضعوا برنامج جيد وإيجابي يحقق ما لا يحققه الموجود في السوق. الحقيقة للأسف الشديد نجد برامج موجودة في السوق للمتقاعدين والغير أو للمتقاعدين بالذات هي ليست أبدا إطلاقا في عون المتقاعدين إن لم تكن، يعني أنت دوركم توعوي مثلا؟ بس لا، ليس توعوي بل الآن. ما هو لحظة يا أستاذ، معليش اعذر جهلي، تفضل. على الآن اللي شاهدني متقاعد هو يوم لما تقول له مدير مؤسسة الإسكان المتقاعدين شعرا عندك البيوت توزعها، هل أنتم مثلا في رجال أعمال سلف بنوا بيوت المتقاعدين وتوزعون عليهم مجانا؟ هل المقدم الدفعة مثلا طالبينه 30 في 20 أنتم تكفلون فيها وتستقطعون من راتبه؟ هل تلغون الشرط اللي يقول لازم راتبه يكون ما يقل عن 10,000 ولا 5,000؟ يعني المتقاعد اللي راتبه 2500 هل يستطيع يشتري منزل من خلالكم؟ يعني هذه الإجابات كلها أبغاها بعد الفاصل بإذن الله. ليس لا إن شاء الله. وأيضا بعد الفاصل راح نسمع معاناة المتقاعدين، ضيوفنا الأعزاء اللي هم معنا أيضا هنا في استديوهاتنا ولكن على الطرف الآخر بعد الفاصل، تابعوا.
أهلا وسهلا بكم. لازلنا نتحدث عن أحوال العسكريين المتقاعدين بعد يعني انتهاء خدمتهم. أحوال الحقيقة حزينة جدا و يعني تكاد تكون مزرية في بعض الأحيان. أرحب بضيوفي من جديد الدكتور عبد الرحمن الشريف مدير جمعية المتقاعدين السعوديين، أيضا الأستاذ بخيت الغباش وهو محامي مستشار قانوني، أيضا الأستاذ عبد العزيز بن نويشر مدير أركال وهي شركة الحراسات الأمنية، والأستاذ عبد الرحمن العيد وأيضا هو مسؤول أو مدير مؤسسة المتقاعدين المنبثقة من الجمعية. كما أرحب أيضا بالمتقاعدين العسكريين اللي مع الطرف الآخر، الأستاذ أبو أثير سعد السبيعي والأستاذ صالح الزهراني. قطعناك قبل شوي، قلت الناس متوقعين لما يسمعون ذا أنكم توزعون ولا تسوون، شرحت لك كذا فكرة، تفضل. طبعا فكرة خروج هذا المشروع من رحم معاناة مؤلمة الحقيقة، بس عندي تساؤل بسيط علشان أبسط فكرة الجمعية ودورها المستقبلي. ما هي المشاريع المقدمة للمتقاعدين لإسكانهم؟ للأسف الشديد الموجود لا يفي بالحاجة، ليس لا يفي، أقدر أقول لا يوجد إلا النزر اليسير. المشروع اللي نزل من المؤسسة العامة للتقاعد هو مشروع الحقيقة لا يخدم المتقاعدين، وإن كان يخدم التقاعد كمؤسسة تجارية فقط. المتقاعدين ينؤون بحمل ثقيل من على كواهلهم من التعب، ثم يأتي هذا البرنامج الذي يزيدهم عبا إلى عب. أبدا ليس برنامج أبرز الأشياء اللي فيه تزيدهم يعني متاعب. أولا النسبة في التقسيط، المبالغ المالية، العمر قدر ما يكون قصير ولا يحقق سن المتقاعد. الشيء الآخر المبلغ المالي المعطى لهم لا يفي باحتياجاتهم إطلاقا لشراء مسكن يليق بهم. كل هذه الحقيقة مزعجة. لو حسبنا عدد المتقاعدين الذين استفادوا من هذا البرنامج لوجدنا أن عندنا 850 ألف لا يحقق يمكن ولا 1%، إذا كان يحقق 1% وهو ما يحقق 1%، وهذا مؤلم جدا. طيب أنا أعرف أنه مشاكل حتى لكل السعوديين مو بس المتقاعدين، لكن أنتم بالنسبة للشريع ماذا قدمتم؟ إحنا الآن الحقيقة بجهد كبير من الأخوان بدأنا في لقاءات مع المطورين، في لقاءات مع الممولين، وبدأنا في صياغة عقود للعمل بتسهيلات كبرى. لا يوجد أحد في ساحة التمويل ب3000 أن يمول لإسكان. الآن الحمد لله رب العالمين، الآن البرنامج يتيح 3000 ريال وأقل بإذن الله تعالى. هذا أقر ولا لسه؟ لا، الآن هو مقرر من قبل المؤسسة الجمعية الوطنية للمتقاعدين مع المطورين والممولين. أيضا يحق للمتقاعد أن يبحث عن أي مدينة ويشير إليها، وبإذن الله تعالى طيب سيكون لنا البرنامج. أوكي، هذا اللي راتبه 3000 ممكن. طيب بس نعم. كم راح يمولون يعني كم راح يمولون؟ والله هو شوف، في عندنا نظام اللي هو على حسب الراتب ومدة المدة المتبقية من عمر أي إنسان على أساس أن يقوم بالسداد. إلا أن الحمد لله رب العالمين الآن البرنامج المفيد في مؤسستنا وفي عملنا مع الجمعية أننا اغتنمنا المشاريع الإيجابية التي قدمت من قبل خادم الحرمين الشريفين، وهي مشاريع عظيمة جدا ويجب أن يشاد بها. القروض الإسكانية من صندوق التنمية، وكذلك الأرض الآن أصبحت متاحة بعد أن كانت يعاني المواطن والمتقاعد منه. جميل، يعني هو في النهاية أنت جهد موفق، لكن في النهاية هذا حل يعني يرضي هذا المتقاعد، يعني في النهاية دخلوا في دوامة الشروط وأمور كثيرة يعني، وممكن التمويل حتى يكون بسيط. طيب أستاذ عبد العزيز، أنت شركة يعني أمنية، ويعني طبعا احنا الشركات الامنيه تعرف ناقشنا معك قبل وعندنا تحفظات يعني كثيره فيما يتعلق باجساد والاموال ايضا اللي تصرف لهذه الفئه، ودائما هي محطه عبور لبعض الشبان. صح، محطه عبور لبعض الشبان او ملاذ للمتقاعدين، ولذلك ليس لها موثوقيه حتى الان عند الناس. ربما لستم انتم السبب، ولكن ربما النظام لا يتيح لكم التاهيل والتطريب والتدريب وغيره. لكن أنتوا يعني اجتماعيا ماذا قدمتم للمتقاعدين؟ هل يعني تنظرون للسي في، تبحثون عن قدرات مهمة في العمل، تعطون رواتب
جيدة تفيد هذا الإنسان؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أشكر لكم استضافتكم لنا في برنامجكم. شكر لك على الوسائل الناجح. بالنسبة للشركات الأمنية أو المؤسسات الأمنية وما قدمته للمتقاعد، أتوقع ضئيل جدا بسبب زي ما قلة الرواتب. فالمتقاعد يسعى للعيش الكريم من خلال التحاق بأحد الوظائف سواء في الشركات الأمنية أو الشركات التجارية، ولكن بيئة الحراسات الأمنية ضعيفة جدا، البنية التحتية، فلا بد يعاد تقييم كامل للمؤسسات الأمنية حتى تصل إلى مستوى الرواتب. وليش هي كذا يعني؟ هل عقودها ضعيفة؟ عقودها ضعيفة جدا، وكثرة الشركات والقائمين كذلك على الشركات احتمال يكون عندهم خبرة أمنية. معظم الشركات يديرها ناس لا عندهم خبرة أمنية مرة. فلو وجدت شركة مثلا مساهمة ينطوي تحت مظلتها جميع الشركات الأمنية وتكون هي مشرفة على الشركات هذه الموجودة من ناحية التوظيف، من ناحية الرواتب، من ناحية العقود، من ناحية جميع ما يتعلق بالحراسات الأمنية، أتوقع يكون انضباطية أكثر. حتى لو يصير في تكتلات بمعنى انه يكون في شروط يعني ليس سهله، بحيث انه تقلل العدد وتضيف جوده جديده. نعم. تستوعبون انتم طاقات كثيره يعني لا على للشباب؟ إيه، لاني انظر الحين العسكريين يعني نادر يجون للحراسات الامنيه، نادرا جدا. ليش؟ لان الرواتب ضئيله ما تكفي، يعني الواحد كان راتبه مثلا مرتفع وفجاه يتقاعد يصير راتبه ضئيل. في جيل الحراسات الامنيه يصطدم براتب اقل من، يعني يتعب 8 ساعات او ما بدون ذا، فهو يتجه لمجالات اخرى، العقار، للتاكسي، للاشياء الثانيه. نعم. يعني خصوصا انه في ناس تقاعدون اعمارهم 42 صحيح، وفي 40 ايضا. لا 40 هذا هو السن النظامي، ادنى سن للتقاعد في بالنسبه يعني 42 في قمه النشاط. 42 سنه في قمه، الله سبحانه يقول حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه. تخيل في قمه نشاطه وفي قمه عطائه يحال للتقاعد ثم مسؤول عن أسرة وبراتب. طيب، راح ناخذ فاصل قصير ونعود بعد قليل. اهلا وسهلا بكم. لازلنا نتحدث عن المتقاعدين العسكريين واحوال المتقاعدين. اعيد واكرر كما قلت في البدايه، هؤلاء الناس خدموا الوطن وحموا الثغور ودافعوا عن الناس وبذلوا الغالي والنفيس، من حقهم على الحكومه وعلى الدوله ان يكون حالهم افضل من هذا الحال. اعيد واكرر، هذا العسكري لا يستقر في مكان واحد، لا يعطى فرصة بأن يتكسب المداخيل أخرى، ثم يصل إلى راتب قد يسير الحياة، ولكن بعد التقاعد يذهب كل هذا الراتب لأنه أساساً راتبه كان معقول بالبدلات وليس الأساس. وهذه مشكلة يعرفها الناس، أنت ممكن تكون راتبك 10,000 فجأة يصير 2,500 ولا 3، أو يكون 14 يصير 5، وربما أقل وربما أكثر قليل. لكن الحياة، حياة العسكريين صار في كل القطاعات العسكرية. خلونا نتوقف مع هذه الحالة الإنسانية وهذا التقرير لعزام الخديدي، ثم نعود للنقاش.
أن شارف على 60 من عمره وبعد أن خدم في القطاع العسكري لنحو 30 عاما، وجد حسن العمري نفسه محاصرا بالديون وبراتب تقاعدي بالكاد يقيم أوده وأود أسرته المكونة من 5 أفراد يعيشون جميعا في غرفة واحدة بأحد الأحياء الفقيرة في جدة. الآن أنا لا ضمان اجتماعي، وعيالي ما قدرت أدخلهم المدارس، وأمهم طلقت، ما عندي مصاريف ولا عندي شيء يكفي، لا فراحت بيت أهلها، ما تقدر تصرفني، هذا عيالك أصرفهم ولا كيفك، ما أنا قادر أصرفهم. كان يسكن في بيت مهجور في الحرازات لا توجد به كهرباء، وبيت لا ينفع حتى أكرمكم الله لسكن الكلاب، كان يسكن هو أولاده في هذا المكان، فأحضرنا إلى هذه البوفيه التي الله المستعان لا تنفع سكن للإنسان. هذه الغرفة لا يوجد بها كهرباء معظم أيام الشهر، كما أنها تعج بالحشرات والقوارض، ما يعني تعرض حسن وأطفاله للأمراض المعدية في أي وقت. غرفة واحدة لأنه كانت بوفيه، بوفيه كافتيريا، وفيه صراصير، شوف المؤسس هناك في الزوايا، شوف مواقع الصراصير والمستنقعات زي ما أنت شايف، والأمراض معرضين أولادي ما عندهم مناعة. أجبرت إني أنا أخذ الإلكتريك هذا، وأيوه عايشين عليه، الموية مش الموية حارة عادي ما عندنا مشكلة، إيش أسوي؟ وعايشين في الحر أول حر. امتد الحال السيء بحسن للحد الذي بلغ فيه عدم مقدرته على إدخال أبنائه للمدارس. خديجة ابنته الصغرى عبرت عن اشتياقها للمدرسة بلوحات بريئة زينت بها جدران غرفتهم المتواضعة. والله أنا آسف سامحيني، ما قدرت أدخل المدرسة، الظروف اللي أنا فيها، والحمد لله عندها موهبة، موهبة لكن ماتت الموهبة بسبب الوضع اللي احنا فيه. بعد أن خط المشي عارض حسن وقد أفنى شبابه في الذود عن وطنه، لتكون مكافأته على ذلك كله حفنة من الريالات عجزت عن خلق حياة كريمة له ولأسرته. وأنا إيش ذنبي اللي خدمت الوطن في قطاعين حكومية والحمد لله شهادات فنية، وهذا جزاتي إني أنا أتمرمط أنا وعيالي وتروح أمهم وتتركنا لحالنا، لكن ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى، ثم الناس الأوفياء لهذه البلاد. أنا أناشدهم بالله أنهم ينظروا حالتنا ووضعنا المأساوي، والله عايشين على صدقات المحسنين وأهل الخير، والله وأحيانا نجد فاعل خير وأحيانا ما نجد. وربما يكون خلف الجدران الصامتة كثيرون كحال حسن أو أسوأ. عزام الخديدي لبرنامج جاهلة جدة. شكرا عزام على هذا التقرير. وعزام قال في النهاية أنه يعني في ناس يمكن حالتهم نفس الشيء بس ما وصلوا لنا أو ما وصلنا لهم، ولكن أنا أقول اللي شفناه لا يليق برجل خدم الدولة أبدا، لا يليق برجل خدم الوطن. عموما ذكرت في البداية معنا متقاعدين في الاستوديو على الطرف الآخر. أبدأ معك سعد السبيعي يا أبو أثير. أنت أولا كنت يعني متقاعد، كنت فرد أو ولا ضابط أيضا، عمرك كم كان راتبك، كم هو الآن؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكر قناة روتانا الخليجية وأشكرك شخصيا أستاذ علي. طبعا أنا خدمت هذا الدين وهذا الوطن لمدة 20 سنة برتبة عريف، وكان راتبي 9700 تقريبا، وآخرا وليس آخرا في هذه المملكة العربية السعودية أن أرجع إلى راتب 2600. أوف، كان راتبك 9700، نعم، وبعد ما تقاعدت راتبك 2600 ريال،
يخصم منها يا أستاذ علي 1050 ريال للمنزل اللي أنا أسكن فيه من تابع للهيئة الملكية. كنت في قطاع؟ في الدفاع المدني. الدفاع المدني، كم كان عمرك يوم قاعدوه؟ 46 سنة في مرحلة النضج الإنساني، لأني دخلت هذا القطاع برغبة في خدمة هذا الدين، وهذا أكبر جزاء عند رب العالمين، ولا أرجي من أي شخص كان يعني أنه يشكرني في أداء الواجب. طيب سعد، بس خلني أقول كلمة لمن يشاهدنا الآن. في قرار من الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بأنه يكون الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين السعوديين 3000. صحيح. أنا أتساءل وين تطبيق هذا القرار؟ يعني والله يعني لماذا لم يطبق ذلك وزير المالية؟ لماذا لم يطبق ذلك المسؤولين عن القطاعات العسكرية؟ لا في وزارة الداخلية ولا في وزارة الدفاع ولا في كل الوزارات. يعني ما الذي يحدث بالضبط؟ إذا كان أنت راتبك كان 9600 وبنيت حياتك على ذلك، والآن تقاعدت وراتبك صار 2600 ويروح منها 1050 على إيجار، يعني إحنا أمام كارثة الحقيقة. أستاذ علي تسمح لي بس تفضل بنقطة بسيطة. المنزل اللي أنا أسكنه قطع المياه عنه بشيلة العداد كامل عن أمر مدير الإدارة بأنه يخرجني من المنزل. الحقوق الكاملة في نهاية الخدمة 42,000 وكان منها 15,000 كديون. وللأسف إلى الآن يا أستاذ علي من سنتين متقاعد إلى الآن باقي في الأحوال المدنية عسكري، لا استلمت لا وثيقة ولا بطاقة تقاعد ولا تعديل مهنة ولا شيء، إلا لازم أطلع من البيت. طيب أنا أطلع البيت أروح الشارع، يعني لا بيت ولا أرض ولا قرض ولا أي شيء، وأنا وحيد الوالد والوالدة من الأبناء. أنا في عندي ثنتين من الأخوات، والآن عندي 5 بنات وأمهن من غير الوالد والوالدة الله يطول أعمارهم. أنت العائل الوحيد لهم؟ نعم. كم خدمت أنت في الدفاع المدني؟ خدمت 20 سنة تقريبا. وفي النهاية 42,000. كنت تأخذ إجازات؟ نعم، إجازاتي هذه من حق البنات. نعم، لا حقك أنك تأخذ إجازات. نعم. طيب أنتقل أيضا لصالح الزهراني. صالح أيضا نفس السؤال، في أي قطاع؟ هل أنت يعني تقاعد ضابط ولا فرد؟ كم كان راتبك، الراتب اللي تتقضاه الآن؟ في البداية أحييك أستاذ علي وأحيي مشاهدينك الكرام. أنا تقاعدت برتبة رقيب أول في الدوريات الأمنية. أثناء خدمتي كنت أتقاضى راتب تقريبا 14,000، الآن أتقاضى راتب تقريبا 7,000 ريال. شايف؟ وال يعني نصف راح طار تقريبا، نصف الراتب أو أكثر من النصف. نعم. طيب تملك بيت أم لا؟ يعني أبرز معاناتك، حدثني عن زملائك، هل أنت تعمل الآن أم لا؟ في الحقيقة المعاناة مشتركة بين الجميع. أنا لا أملك سكن، ما أملك منزل، ولا تقريبا أكثر العسكريين المتقاعدين أو اللي على رأس العمل إلى الآن لا يملكون منازل. ما في عندي أي مصدر ثاني للدخل. يعني الإنسان بلغ سن يفترض أنه يتقاعد ويرتاح، من الصعب أنه يبحث عن عمل ثاني أو أنه يقوم بأعمال ثانية. كم خدمت يا صالح في الدوريات الأمنية؟ أنا خدمت تقريبا 31 سنة. 31 سنة. نعم. وكم تقاعدت وعمرك كم؟ تقاعدت في سن 50. سن 50. نعم. طيب راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم من جديد. لازلنا نتحدث عن معاناة المتقاعدين العسكريين، وهي الحقيقة معاناة كبيرة جدا. وشفتوا يعني ضيوفنا الأعزاء اللي معنا تحدثوا عن حالتهم ووضعهم، وشفتوا أيضا التقارير. أرحب بضيوفي من جديد. أترك لك التعليق دكتور عبد الرحمن، ويعني هل هناك شيء يتغير يعني من خلال اجتماعاتكم أنتم مع المسؤولين؟ ومع أنه أعرف أن هذه الاجتماعات يعني تحدث مرارا وتكرارا، ولكن في وعود ولكن لا رأى نتائج على الأرض. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 2000
ريال سعت الجمعية سعيا حثيثا مع الجهات المختصة لرفع الحد الأدنى إلى 3000 ريال، وبالفعل تم ذلك ورفع الحد الأدنى إلى 3000 ريال، وفي عام 1432 تم رفع عدد 178,000 عسكري من الرواتب أقل من 2000 ريال إلى 3000 ريال. طبعا طلبت الجمعية برفع الحد الأدنى أيضا إلى 4000 ريال، وجميعنا سمعنا توصية مجلس الشورى برفع الحد الأدنى إلى 4000 ريال. وكذلك أستطيع أن أقول بأن الجمعية ماضية قدما إن شاء الله في تحقيق السعادة والكرامة لهؤلاء المتقاعدين، وهناك عدة مطالب رفعت للجهات العليا، وأبشركم بأنه بأمر الله صدرت الموافقة على تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة أوضاع المتقاعدين بصفة عامة. طب لحظة دكتور عبد الرحمن، الحين صدرت الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المتقاعدين. أوضاع المتقاعدين ونعرفها معروف، ودائما إذا صدر لجنة كأنك أبو زيد. وبعدين يا دكتور عبد الرحمن، يا دكتور عبد الرحمن، أنت تعرف معناته أكثر مني. الحين سعد السبيعي يقول يأخذ 2600، وين اللي 3000؟ 2600 لو تواصل مع الجمعية رفعنا راتبه، رفعنا الحد الأدنى إلى 3000 ريال. وأيضا الأخ اللي تكلم قال أنا أخذ 7000 ريال، هناك برامج للمتقاعدين أنا وقفت عليها تقريبا في 24 برنامج في الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين، من كسوة ومن غذاء ومن دواء ومن سكن ومن خلافه. فلو تقدم هذا الشخص الذي يأخذ 7000 ريال مقارنة مع عدد أفراد الأسرة فسوف يحصل على مكافأة مقطوعة سنوية بقدر مجزي. ونحن متواصلين، ويعني بيننا وبين الضمان الاجتماعي لينك إلكتروني وليس مجرد كلام. طيب جميل جدا. لكن نعم. لكن هذول الناس اللي إذا بيرفعون 3000 حد من خلالكم، نعم. وش المعلومة اللي غايبة مثلا عن القطاعات العسكرية والمسؤولين عن القطاعات العسكرية، نعم. موجودة عندكم وهي تخلي يرتفعون؟ هذا قرار ملكي واضح بالنسبة لماذا يشعرون هذا المتقاعد بأنه يتسوى الحق من حقوقه؟ أنا أقول يعني قلت في بداية حديثي يعني ربما يكون بعض المتقاعدين لا يتواصلون مع الجمعية. الجمعية تبذل جهود حثيثة وكبيرة جدا في سبيل إسعاد هذا المتقاعد. الجمعية قامت بتسويق خبرات وتوظيف عدد من المتقاعدين من ضباط وضباط صف في عدد من الشركات وشركات التقنية والشركات الأخرى. وها أنا أتكلم الآن إذا يوجد عسكريين بحريين فالمجال مفتوح في الجمعية لعدة وظائف من العسكريين البحريين الذين لديهم خبرة في قيادة السفن والزوارق، يتواصل مع الجمعية، وأنا أتواصل مع الجهات التي طلبت هذه الخبرات ومستعدين بتوظيفهم. طيب سمعت الأخوي علي، أنا عندي تساؤل بسيط. هل 3000 تحقق عيش كريم في ظل الظروف الاقتصادية؟ هي لا تحقق، ولكن أريد أن يطبق القرار الذي قرره خادم الحرمين الشريفين، ثم بعد ذلك تأتي المطالبات اللي هم طالبين 4000 يكون الحد الأدنى ورفعوا مجلس الشورى. يعني تأخذ حق لك ثم طالب بالمزيد، لكن إذا الثنتين ضايعة يعني مشكلة. فاصل ونعود لكم، فاصل أخير بالمناسبة. لازلنا نتحدث عن الحال المحزن والمزري للمتقاعدين في القطاعات العسكرية، سواء قطاعات القوات البرية، الجيش، الدفاع الجوي، سلاح الطيران، سموها ما شئتم، الأمن العام بكل قطاعاته. قبل أن نروح لأحمد حسن خليل وهو أيضا متقاعد نسمع قصته، أرسل لي أحد الأصدقاء وزملاء المهنة، أنا الحقيقة لم أستأذنه في ذكر اسمه لذلك ما راح أقول الاسم، يقول تخيل يا علي والدي رحمه الله هو مؤسس
قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية وأول قائد لها، وتقاعد برتبة مقدم براتب 5,000 ريال، والآن وصل تقاعده 3,000 فقط. يعني ألا يستحق احترام أكثر من كذا؟ أليس هذا الأمر معيب؟ طيب هو يعني حتى الآن هو مات يا دكتور عبد الرحمن، شو تسوي له توفي؟ احنا نتكلم عن في أشياء رمزية، في أشياء إنسانية. سأعود لك، ولكن خلونا نأخذ أحمد حسن خليل. أحمد، أيضا أسألك نفس السؤال، في أي القطاع كنت تعمل؟ كم أمضيت؟ هل تقاعدت ضابطا ولا فرد؟ راتبك كان كم والآن صار كم؟ أول شيء أحييك يا خالي، وأحيي المشاهدين، وأحيي الزملاء معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا. طبعا كنت في قطاع الأمن العام. أنا ما أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم عن ما يعانيه جميع الزملاء الأفراد. نعم. الحقيقة أنه مأساة بما تعني الكلمة، مأساة بما تعني الكلمة من 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 مأساة. الشخص يكون مثلا يستلم راتبه في حدود 17,000 إلى 15,000، وحين تقاعده يرجع إلى 5,000 6,000 ريال، يعيش على مستوى معين من المعيشة، وفي الأخير يرجع إلى الوراء. عادة الإنسان يتقدم إلى الأمام. في التقاعد العسكري يعني الحقيقة فيه أخطاء، أنا أعتقد أنه الخطأ في النظام، الخطأ في النظام. نعم. يعني ما سبب ما تعني الكلمة. يعني أنا أعرف واحد كان يعني يحلف ويقسم بالله أنه لولا خوفه من رب سبحانه وتعالى يمكن ينتحر. نعم. طيب استاذ احمد، انت يعني كم كان راتبك وكم صار؟ الحقيقه راتبي كان في حدود 16,000 ريال. نعم. والان؟ والان حوالي 7,000 ريال. 7,000 ريال يعني تقضيها في ايش؟ يعني انت عارف مستوى الحياه يعني ومستوى التضخم، وعارف المأساه اللي يعيشها الانسان اللي يستلم 16، فما بالك اللي يستلم 6,000 ريال. قلت لي كم مضيت في الخدمة؟ 26 سنة تقريبا. 26 سنة. نعم. طيب سعادة المحامي، بعطيك في دقيقة، كنت أبغى تعلق على الدكتور عبد الرحمن، وتعلق أيضا على اللي هو قرار الحد الأدنى. الحقيقة أنه من المسلم به المعروف أنه القاعدة القانونية من خواصها العمومية والتجريب، وذكر الدكتور أنه صدرت الموافقة قبل حوات، وذكر أنه الحد أدنى إلى 3,000. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هنا، إذا كان سلمنا وأخذنا بعين الاعتبار ما قلنا أن القاعدة القانونية خصائصها العمومية والتجريد، يفترض أن يطبق هذا الحد الأدنى على الجميع دون أن يتكبد هذا العسكري أو ذاك عناء المطالبة بهذا الحق. فلماذا يتكبد عناء التقدم للجمعية ومن ثم يرفع حد الأدنى؟ هناك أمر ملكي صدر، هناك موافقة سامية صدرت. ألا يفترض بالمؤسسة العامة للتقاعد التي ترث الناس الآن مثل حالة المقدمة اللي ذكرت أستاذ علي، 3,000؟ لماذا؟ لأنه توفى، توظف أحد أبنائه، تزوجت أحد بناته، في الراتب. يعني عندنا المؤسسة العامة للتقاعد هي من يرث الناس، وهذا كوسين كبير. أنا أضع علامة استفهام كبيرة جدا حول هالنقطة. يعني لماذا هي ترث الناس ولا ندري ماذا تقدم للناس وماذا تقدم من ناحية أخرى؟ ألا يفترض فيها أيضا أن تبادر إلى جعل هذه الموافقة السامية التي جعلت الحد الأدنى 3,000 نص نظامي داخل نظام المؤسسة، بحيث تعطي الناس حقوقها دون أن يتسولوا هذا الحق؟ أنا أترك السؤال مفتوح لعله ترد إجابة المؤسسة العامة للتقاعد. نعم، لعل ذلك. من الوقت انتهى. شكرا لضيوفي على أعزاء، رئيس جمعية المتقاعدين في السعودية الدكتور عبد الرحمن الشريف ويطاح مديلنا، وأيضا أشكر الحقيقة من الأعماق الأستاذ عبد العزيز بن ويشر على صراحتك الحقيقة، وقلت يعني معاناتكم، وبالتالي أعتقد لو وضع الشركات الأمنية أفضل كان أيضا يعني كانت يعني حلت جزء من المشكلة. مدير القيمة شركة أركان للحراسات الأمنية، أيضا أشكر الحقيقة الأستاذ عبد الرحمن العيد وهو المسؤول عن مؤسسة إسكان المتقاعدين المنبثقة من الجمعية، أستاذ بخيت الغباش المحامي السابق القانوني المهتم بهذا الشأن. شكرا لكم أستاذ علي، أثرت الموضوع. وأيضا أشكر الحقيقة ضيوفي الأعزاء اللي أدلوا بشهاداتهم اليوم المتقاعدين، الأستاذ سعد السبيعي والأستاذ صالح الزهراني والأستاذ أحمد حسن خليل. أشكر كل الناس اللي تواصلوا عبر تويتر والفيسبوك وأيضا عبر مواقع الأخرى وعبر المسجات. أنا أتمنى أن حال المتقاعدين يتبدل إلى الأفضل، لأن ذلك سينعكس على الأمن الوطني وعلى أمور كثير مهمة أخرى. ولن نكتفي بهذه الحلقة، سنظل نتحدث عن هذا الملف مرارا وتكرارا حتى نصل
للنور الذي إن شاء الله نجده في نهاية النفق. ألقاكم غدا، وأشكر دائما كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في هلا، في أمان الله.